FM. الكلمة ليك. صباح النور، مرحبا بكم من جديد في كابورتينو. توا 7:04 خارج على موجات، نقعد معكم حتى العشرة متاع الصباح. مرحبا بكم على 91.5 FM وعلى 3W.4.1. كابتونا في كافة أنحاء العالم. نبدأ أخبارنا. أمام مجلس نواب الشعب مأمنيون يحتجون المطالبة بحمايتهم، نحكي عليه بعد شوية، ولكن قبل هذين نبدأ بخبرنا الأولاني. بعد نشرها خبر وفاته الداخلية تعلن إيقاف الإرهابي عبد الله الغريبي. أفادت مصادر مطلعة البارح بأن وحدات أبحاث وتفتيش تابعة لمنطقة الحرس الوطني بولاية ديبوزيت تمكنت من إيقاف المدعو عبد الله بن محمد صالح بن العفيف الغربي المفتش عنه منذ أشهر والمتهم بالانتماء لأحد الخلايا الإرهابية الخطيرة. وللتذكير، فإن الإرهابي هذايا أعلنت عن وفاته خلية الأزمة خلال اجتماعها بتاريخ 19 نوفمبر 2014 بقصر الحكومة بالقصبة أثر تبادل إطلاق النار مع وحدة الحرس الوطني بسيدي بوزيت. شنو رأيك في هذا؟ خلينا نسألوا ياسر على بعض التصريحات بتاع خلية الأزمة. يقولوا هما يمكن في تال الحرب البسيكولوجية، لكن وقتها أحكوا عليها شو لانتون تريونفاليست. أن توكا السيد هذا مرتبط بالجزائر، هذا الإرهابي الكبير اللي متواجد في جبال ورغة وجهة الكاف وجندوبة، ومعناها عنده خلية موجودة في سيدي بوزيد، وهي منذ مدة ثمة تساؤلات كبيرة على الإرهابيين في سيدي بوزيد جستومون بالذات، وكيفاش التواجد بتاعهم، وشفنا معناها وقت اللي قتل واحد منهم جستومون وقت اللي قالوا جاي ياخذ في ستيك، ومن بعد مشوية ولا بعد قالوا قتلوا هذايا. معناها ثم تساؤلات، ما نقولوا هل انه خلية الازمه تعمل زادة هي في الحرب السيكولوجيه، ما نعرفوش بالضبط، اما خلية الازمه هي علنيه، معناها مش داخله في الحرب السيكولوجيه اكثر. ممكن وقع التبست عليها الامور. ان توكا ما نجمو كان نقولوا نحييو المساعي الامنيه، قالوا اسال معلومات استخبارات هي في دار في ضواحي سيدي بوزيد ولا في طرف المدينه، ويقولوا انه هو معناها ما ابدا اي مقاومه وينه، دونك شدوه. سي اون غروس بريز، اكيد جدا انه الدار يتبعوا فيها عند مده، وانها باش يلقاو فيها ياسر حاجات. اون اوكازيون باش نقولوا بربي بدونا في المحاكمين، لانه لما توا تعرف كان تشوف اللي شدوه توا تسالف الارهابي شنو؟ اي خاتيكمون معناها عندك انقار من هنا حتى النابل، من حمامات النابل تلقى فيه وثائق وحاجات اللي تنجم تديمونت لي ميكانيزم. اليوم تحس انه ياسر الناس فلته من العقاب، تحس انه وزاره الداخليه مازالت تشوف انفلونس، تحس اللي ثم اسامي حبوا يرجعوها توا من جماعه الامن الموازي وغيره تحب ترجع، اطراف اللي هي ضالعه يمكن في الارهاب باجنحه فيها تحب ترجع الحكومه. دونك ثم اشكاليه كبيره، ماذا بينا وانه يعملوا محاكمات ونخرجوا من المساله هذه اون فوا بور توت. علاش؟ على خاطر يزينا بالله من ضحك على الذخونة التوانسة، هم شدوا الهبي، هم قتلوهم بعد يتلحيوا وعودوا شدوه، ومن بعد هم ما سماش محاكمة، وهو يحاكموا كان في ناس متاع حرية تعليم وحرية تعبير وغيره. تم إشكاليات معناها مطروحة بكل صراحة، تطرح تساؤلات حول مدى جدية الحكومة هذه في الخروج بالبلاد بالحق من الأزمة، لأنها هي ما تنساش وأنه مهدي جمعة كي جاء عطاوه توكيل واضح كلير نتي بريسي ان موندا كلير، وانه باش تعمل الانتخابات باش تنحي هذه لجان حمايه الثوره باش تنحي التسميات في الاداره التونسيه. وقتها الدستور لازم نصدقوا عليه، الانتخابات تصير، وفي نفس الوقت كذلك تعطي لدوله القانون والحق والمؤسسات حقها، وهذا ما يجي كان عبر محاكمه. لحد الان المنظومه القضائيه بعيده ياسر على المحاكمات، حتى المحاكمه الوحيده اللي صارت تم منع الاعلاميين من الحضور نتاعها. جوج محاكمات جوج تما واحد فيهم في جامعة. في منع ذات العالمين بشكل هو مسميه. وتوا ثم ناس اللي كانوا مشاركين في احداث السفاره الامريكيه من امنيين اللي لقاهم بعد حدث السفاره الامريكيه يحبوا يرجعوا، ماشيين بحذر الحبيب الصين، وحال حلينا حاسيلو ورجعنا الى منطقه قاعدين نتفرجوا شنو تعمل الحكومه هذه، وتشوف الناس كل عوده خرجت، اللي خرج من الجحر اللي خرج يعني نقلق بلاك في الصحافه تنوريك اختيك معناها ايش تشبع ضحكه في التونسيه على ما اظن. قال لك علي العرايض ما في بالوش بالوثيقه الاغتيال بتاع الشهيد محمد ابراهيم، قال لهم في بليش بها الوثيقه الامريكيه هذيا، اول مره نسمع بها. شو بها نهارين معناها؟ معناها من المضحكات المبكيات اليوم في هذا قاعد يصير هالنهارين. توت في قول انت احنا وين موجودين؟ معناها في دوله ولا ماناش في دوله ولا في شبه دوله؟ تونا نرجعوا للمقال بعد شويه سفيان. على كل وقت اللي يجيبوا ارهابي باريكزومبل يوقفوه ولا عديوه، تقوم المنظمات الحقوقيه حقوق الارهابي حقوق
يا خويا حطوا لنا اساميهم وحطوا لنا ما قلت انتم قتلتوها حطوا اسمه تصويرته والهويه نتاعو كامله من بعد يطلع حي بالك السيده تختف ورجع وخرج وانت تعرف طبعا انت ما حد رفع الى السماء ما شفت ما حد شيء اللي قاعد يصير توا في وزاره الداخليه بكل صراحه دونك هنا انا نرى انه ثم اداه هزيل وثم اداه مفترب وثم اداه كذلك مشبوه خلينا نقولوا في التعامل حتى مع الارهاب من طرف حكومه المهدي جمعه ومن طرف الغواصه اللي هو سي بن جدو فوالا بن جدو شهير غواصه كما هذاك شهير الرش والاخر شهير الخليفه السادس وكل واحد عنده شهير في البلاد شهير في السيد هذاك غواصه بكل صراحه وقاعد يعمل وتوا هاو سي الحبيب الصيت قال لك باش يرجع اساميها وشليها وش اسمه عبيدها وناس معناها كانوا اي معناها ماشيين داخلين توا وفي واحد قابله الجمعه فاتت واحد الجمعه هذه واحد مستشار والاخر يمكن وزير داخليه عاد حطوا عليه العرايض ومن جديد شوف حتى شيء معناها علاش على خاطر ثم عبث بالمؤسسه وثم سياسويون قصار ليزوم كور قصار معنا سياسيا يخليوا انه البلاد وما تسمتش الحكومه والحكومه الاخرى هاك تشوف الكاستينج مازال متواصل يتغشوا هما من هذاك متواصل لانه سبع ناس عملت حسابات قال لك البيجي ماهوش باش يكمل هكا هكا في حسابهم باعتباره لاخر فهمني البيجي مش باش يكمل نعمل علاقات دوليه باهي ونبون كارنيه ونولي وجهي في الصوره ونتبس بقدر اللزوم باش غدوه نلقى امكانيه واني نترشح للرئاسيه السابقه اللي هنا وثم اللي قال لك خليني توا ندبر بليصه وعلاش المنجي حامدي يمشي من عام مساعد من المتحده وانا لا تحت 56 في واحد 50 الف دولار وراجل عنده ثلاثه بيلوات وانا لا علاش بول كابا ما وين سي دو سويت هاي العقليه اللي ماشيين بها عقليه الغنيمه وعلقيت حتى انا ندبر بلاصتي تحت الشمس وانا حتى انا اليوم رجع وشكون اللي مهلوك فيها؟ الشعب الكريم دونك السياسه السياسويه هلكت البلاد هاك تشوف خليت ازمه قلت البارحه تقول لك عملت وشديت وقتلت اليوم نقول لك شدينا واحد ميت ما عادش تفهم انا حتى شيء وحد علي العروي في سبات عميق يحضر في محاضره باش يمشي يعملها يمكن في قطر ولا في بيسكو ولا هو جنرال يعمل في المحاضرات لا مرة هذول مش البحرية المنظومه الامنيه مش البحرية مش البحرية ما عندهم رشت ضربوا بها دغني غموض اي ولا مش هزوا خالد طروش تقول انت خير وانت والواقع معناها وانت الله ينصر من صبح وكا هو الله ينصر سيدنا علاقات مع الامارات والبحرين متطورة نمشي والغواصه ما يعمل في حد شيء وزير العدل تتفرج فيه ما قاعد يعمل في حد شيء وليس الحكومه في دافوس وبفدي المسدي باش يمشي يمكن شمسه فيهم ولا باش يمشي الاف او يكلم العباد قال لهم كيفاش يقول سفيان كاستينغ وما يقولها ليش انا ديريكتومون يعني سي دو سويت اللي هو فالح هو تعرف هو يطلب سفيان يقول له حسن ينقد فيه ويطلب اصحاب سفيان يقولوا له سفيان ينقد فينا معناه ما عندوش المواجهه اي معناها معناها باش يوريك وين الوضع توا المؤسف المزري اللي خلى الوضع في البلاد الاقتصاد سبابا اليوم نهار 20 جانفي 46 مفروض كوميموراسيون تاع الاتحاد العربي للشغل وكذلك 18 جانفي عيد الثوره تعديت اليوم على الاقل نحكي واحنا على 21 جانفي اللي استشهد فيها معناها شاب من هنا من الحمامات معناها الطيب العزابي وقت قامت الثوره على 18 جانفي صار الاهالي هنا وقام اهالي الحمامات نهار 21 جانفي باقامه حوايج على الطريق العرسيه وجمعوا في حي الحوانت اللي اسمه حي التحرير حاليا وهجموهم وقت الملك توسي وجيش فرنساوي وقام معركة دامت ساعات وهما كانوا مسلحين والاخرين ما عندهم حتى شيء اللي عنده بندق قيصري ولا فرد من الحرب العالمية الثانية وقت الفرنسيون وقتها الطيب العزابي اللي كان متخبي فوق سطح حمام الكيلاني فهمت يختنص في الجيش الفرنساوي باش يضربوا بحجر ولا حاجة يقاوم فيهم هذوما الكل ما يسمع بهم حد نسيتهم الحكاية وتوا الناس كل تدبر في الكراسي وتدبر في الواحد لا نحتفلوا ب 18 جانفي 1952 20 جانفي معناها اليوم كما تاسيس الاتحاد على فتحات حشيد الله يرحمه ولو اليوم البارحه كلمني عمرو المخدور وقال لي هو استدعانا ما نجموش نمشيو اليوم باش الكامبوس باش يولي اسمه مركب فتحات حشيد وثم معناها سيريموني ناسيونال باش تعمل استدعاوا للحضور قلنا لهم ما نجموش نحضر لنا نخدموا لكن نحييكم الشهيد العزابي الطيب العزابي عائلته توا ملتاعه مات طفل صغير عمره 21 سنه من شهداء هنا من الحمامات المفروض يحكيوا عليه العباد ولاهين فيش في الموجة وفي المناصب وفي المواقع وفي اعطيني ما عندكش وعندي ومجندين فهمتني صحفيين يخدموا فيهم يوهلوا مجرا معناها قاعدين يتفردوا في كركوس بأتم معنى الكلمه قاعد يصير توا في البلاد والحبيب الصيد من نفقته تفهم
الشيه بادي ضعيف، بدا ضعيف وبدا مش غواصه، بدا كومونس مال فوالا كومونس مال، وبدا معناها ملي بدا مجموعه غواصات فهمتني، وتشوف التصريحات وغيره كانت حابه نوصلوا لها بيان سور طبعا نوصلوا لها وفي غير مزور سيختار. احنا نكملوا مع ملف الامني. البارح عدد من الامنيين احتجوا امام مجلس نواب الشعب المطالبه بحمايتهم، والوقفه الاحتجاجيه هذه طالبوا فيها ودعات فيها خاصه نقابة موظفي الاداره العام الاداره العامه لوحده التدخل الامنيين الى حمل الشاره الحمراء، واعلنت امهال المجلس 48 ساعه لتحديد رزنامه لمناقشه القوانين الخاصه باعوان الامن. ومن جهته قال الكاتب العام النقابه الاسعد الكشوبي انه رئيس مجلس نواب الشعب وقت اللي استقبلهم محمد الناصر عبر لهم على يعني على وعده في التعجيل في المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وصن قوانين لحماية المقرات الأمنية وتجريم الاعتداء على الأمنيين. وقال كيف محمد الناصر بأنه تعهد بتوجيه توصية لرئيس الحكومة لمواصلة النظر في الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة للأعوان إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. مفروض وانه المساله الامنيه زاده مطروحه بشكل كبير، لحد الان ما لقيناش حلول حقيقيه، ما لقيناش اذان صاغيه، معناها الامنيين يهاجموا فيهم تو حتى في الديار نتاعهم، هما طلبوا حلول وعدوهم، لكن وعود السياسيين بصراحه ما عاد يمن بها حتى حد. الامنيين شفت زميلهم اللي تذبح وتقتل معناها في الفحص، والعديد الامنيين الاخرين معناها شهداء محمد علي الشرعبي واللي كل عام قتلوه تو عامين يمكن عام ونص في الكباريه وقتلوه كيف ومشاو خذوا فلوس وخمسوهم وبعد مشاو الجامعه وحكاوا مع الامام. يعني الامنيين حسوا بروحهم معناها في خطر كبير وعندهم الحق لانهم مهاجمين. شفنا رسائل اللي تبعتها نهارين عديد الامنيين في القلوان في قفص وبلاد اخرى يقولوا لهم انت تخدم عند الطاغوت ما كانش انت البعيده وعينتك نعملوا لكم ونقتلوك وغيره. دونك اليوم مفروض ان الحكومه تحمي الناس الامنيين، لانه نعاود نقولوها الحجز الاخير بين السلطه بين المجتمع والارهاب هو الامن. القوات الامنيه بكافه تشكيلاتها كذلك الجيش بيان سور الديوان الحرس الفرق مختلف الفرق المختصه اللي تخدم في الاستخبارات في الاستعلامات وغيره. اليوم تحسوا انه السياسيين يعملوا في لعبه وفي طبخه على حساب الامنيين وقود المدافع يدافعوا علينا، لكن ثم مشكله كبيره. وتحسوا ان وزاره الداخليه لحد الان ما زالت سوز انفلونس، وكما تقول معناها كان علي العريض ما سمعش لحد الان بالوثيقه نتاع السيه واللي بعثتها زاد الجزائر قبل وقالوا لهم لو تصير هكا هكا ما لاش كون باش يسمع بها، وهم على بالهم بهذايا وفي بالهم وقراوها الوثيقه وخباوها وتقاوها ومعناها تذكر اللجنه اللي قال عليها سي لطفي بن جدو الى حد الان قداش عندها تقريبا عامين من 13 سبتمبر فهمتني سامحني تو عام ونص واحنا قاعدين نستناو في الاجنه نتاعو هو عملوا له عمل لجنه اللي دخلوا له داره وكلمات فيها زاد واحد من الحضائر نتاع البلديه جابوه مسكين ولا من الشرطه البلديه مات في داره في الكراج التو عمل اجنه هو والتو نستناه في نتائج لا هذيك الاستراتيجيه نتاعه يعني تذكر قال عندنا استراتيجيه باش نعملوا الاستراتيجيه هبطوا له للدار الاجنه معناها نتاعو في المال نتاعو يمكن يحوسوا. شوف بكل صراحه التاريخ باش يشد حاجه وانه ثم تواطؤ كبير مع الارهاب من طرف جزء من الطبقه السياسيه الحاكمه التونسيه هذايا ما لا شك فيه ويخوفوا ويرهبوا ويحبوا يقتلوا العباد ويلعبوا ويعملوا. احنا نقول لهم العمار بيد ربي، اما هذايا اللي واضح وراو يقتل روح وين تروح ما عندهم وين يمشيوا. لازم يجي نهار كيما اللي شد السيد هذاك نتاع امن المطار هذاك نتاع امن المطار مرتبط حتى بعباد يحب يدخلهم توا في الصيد في الحكومه نتاعو في الداخليه فهمتني. وهذاك السيد كان يجيب حتى معناها عندنا معلومات وانت تعرفها كيجي واحد كيما وجدي غنيم ولا يمشي له عماد الدايمي يحلوا صالون دونور شكون يهزوا في الكهرباء يهزوا هذاك بتاع المطار هذاك العبيدي وبياشيل شكون هرب ايه ايه ولا شكون طلع وين يهزوه السيد يهزوه الاذاعات كيما الزيتون او غيره باش يحكي فهمت. وبعدين سما اخطبوط كامل اكتوبيس اكتوبيس بتاع سلاح نتاع الهابيين نتاع الدعاة نتاع تهريب التوانسه للخارج نتاع تدليس باسابورتات لا نتاع تهريب فلوس زاد ما تنساش تهريب فلوس وتدخيل فلوس والباسابورتات يا اخي مال شقيف مش دبرت باسابورت في ثلاث ايام وفصلت على روحها اي ومشيت فهمتني تعمل في جهاد ما يسمى بجهاد النكاح وهذا مثلا نشوف هذايا ليستوار كان يجي نهار راجل اوف ليكسونس دو تيرم راجل دوله معناها اي قال ديوجين يو شيخش ان هوم ولا يفهم بيان سور ويجي ويميت اللسان على اللي قاعد يصير من خزعبلات ومن عبث بمصالح البلاد باجندات حتى خارجيه
مخابرات اجنبيه قاعده تحرك الاطراف في تونس، وام جنديلها تلفز وحكايات وغيره، قتل وجماعتها والوهابيه وغيره. ما انا جو لو دي مون امي كونسيونس، فهمت؟ كما البارح عمل تليفون قال سفيان يقول في حاجات مش من عندنا احنا، هو كان قلع توا سيد بتاع شو بلاس بتاع وزاره النقل، يا احنا قلنا الانترفيو بتاع مدير بوشامير، لا مدير بوشامير قتلوا تعملوا دو كونتينر في ساعه. اي لا سايتي روبخي باغ با مال دو سيت اي دو تخوا راديو اي بيان سور. وهو توا راجل اعقل ولا حاجه اخرى، هذا الانيورانس سي با ان ارجيومون، انيورانس انا ناس ارجيومنتوم. ونفس الشيء كلهم هكايا يشيطوا كل شيء، ما هي الواقعه. اعملوا لنا محاكمه واحده نتحداكم يا مهدي جمعة قبل ما تمشي، نتحداك تعمل محاكمة واحدة يا حافظ بن صالح. اي حافظ بن صالح نتحداك تعمل انت تعلن على ايقاف محاكمة واحدة في قضايا الارهاب، هاو اغتالوا وذبحوا وقتلوا وشدينهم في ديكم عندكم سنين. يا وزير الداخلية بن جد وشهير الغواصة نتحداك تعمل محاكمة واحدة. علاش؟ على خاطرهم يسون كومبرومي للعنكوش. راك تعرف ثم بار اكزومبل كيما لو مونسونج بار اوميسيون، واحد ما يقولش الحقيقه، فهمني؟ اما هما كومبرومي ويعرفوا عندهم الاخطبوط ويعرفوه لو بيوفر يعرفوه ويعرفوا وين تأدي. وقاعدين اللي زرب بنصر في المجلس المنور الشعب واللي حاب يدخل تو الحكومه يهلوا ما جرب. والدم نتاع الشهداء يلاغي، دم الشهداء يلاغي. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لما طلعت اللوحه نتاع سعد بن معاذ. لو ترام دو ديو اترومبلي، هذوك الشهداء هكاك من الشهداء الكبار، الدم نتاعهم والروح نتاعهم كي تطلع للسماوات تتحط العرش بتاع الرحمن سبحانه وتعالى يهتزون، لانه دم الشهداء مقدس، فهمتني؟ واحنا هكاك ويرقد ويجي يمسح على ولده ويتفرج الماتش ويحط كويس تاي، فهمتني؟ وفرحان وعملوا روحه الى لو سونتيمون دو ديفوار اكومبلي. دويو ثم مؤامرات قاعدين تعملوا فيها. واحنا شعب تاريخنا تاريخ الشعوب العريقه البربريه العربيه، احنا اولاد يوغرتان واحنا اولاد حنبعل واحنا اولاد ابن خلدون واحنا اولاد. البارح في الايام ثوره 18 جانفي 1950 ولا احد بد عليها كلمه. ما لا جبدوا توا بالك يمشيوا يعملوا محاكمه في لجنه هذه الحقيقه واش باش يقول فمي، ويعملوا محاكمه البورقيبه واحمد التليلي كنتوا تحطوا في القنابل في البلاد وتخلقوا في امن الفرنسيس، ويعملوا محاكمه فتحات حشين كيفاش تخلي اليد الحامله تختلك يا سيدي. خاطر قلبت الامور توا ما عادش تفهم حتى شيء. ليس دو نامبورت كوا. شفت لي زون كور وين يأديو؟ دو نامبورت كوا. ابتلينا بطبقه سياسيه غبيه وكذلك واحنا في لا كومبروميسيون معناها التواطؤ، ثم التواطؤ وتواطؤ عضوي مش تواطؤ سلبي. وانا زي جو لو دي مون امي كونسيونس وقاعد يصير توا وهنا نشوفوا المحاكمات توا خلتها احنا مش بدينا. احنا نعملوا ديغريسيون ولينا. بدينا من الهابي قالوا تقتل بالك قالوا شدوه. فسر لي قال الجزائري حوس تفهم حوس تفهم اكزاكتومون. وانت ماك طالب على سي ماك طالب على طالب على مهدي جمعه يعمل لك حكومه قبل ما معناها يعمل محاكمه قبل ما يخرج من الحكومه. ايوه تعرفش كيف مش ان شاء الله ما يحاكمنيش احنا. شكبت عليه ما تعرفش يقولوا قبل وانتم صغار تعرفش يقولوا قبل ولا ايوه يقول لك يبطى شويه يبطى شويه يقولوا لا ليت البارح لا ليت اليوم سكراني طايح شيخ بنو يا بابا عزيزي واش اللي الجبل حب يموت لا حب يحيا في سبعة بيوت ثم طفلات وشرف في زيت زيت النخلة. ها هو سعيد العادي سلم عليك قال لك صباح النور ويهدي لك هكايا يهدي لك صباح النور ايها الصديق هكا اعطاك ان بويم نتاع لوي اراغون تنقراوها بعد شويه اون اوف سارتينمون. احنا مكملين حديثنا معكم ميشيل ساردو تو سويت يغني لنا مالادي دامور وبعد هي نحكيو على حكومه الحبيب السيت. صباحكم مزيان مع حسن وسفيان. نهاركم زين على كابا فام ان شاء الله نهاركم اسعد الايام او قال لك حتى صبر ما يعرفش الكراث ما يعرفش الكراث بالك يعرف اليزول حتى اليزول نو بلو يعرف الجرجيري الجرجير نو بلو شفت احنا خاطر نحكي على حكومه تاكل كراث اللي هي حكومه التكنوكرات ولا يمكن تاكل الحميده تاكل اليزول تاكل الجرجير انا نحب تعرف انا قلت لهم قلت لك اول ما تشكل حكومه حبيب الصيد باش نمشي انا وصفي فرحات نهزوا طنجره هذيك كبيره نحاس بالحميده فماش ما يتحرحروا شويه زعما ماشي ولا زعما تقول انت ولا نجيب لهم اكل بيومونت كاين سايلون ولا شويه شلهب فماشي ما يوليو لهليبه نحبوا حكومه لهلب فوالا هذا فوالا ولا الهزوم البشبوج يعقل يزينا من لارا وبلارا وماكلاروز الصحاره فهمتني
هيا شويه شلهب وسكبوا لي روحكم وصلنا يا شباب هكا حركوا ايها الشبيبه. اول البارح سي محمد الناصر الشبيبه شيخ الشباب قال لك البارح السيد سيقدم تركيبه حكومته الجديده الاسبوع المقبل، هذا ما اكدوا البارح رئيس مجلس نواب الشعب، وقال بانه ان شاء الله جلسه عامه باش تكون الجمعه الجايه لتحديد يعني للمصادقه على تركيبه الحكومه المقبله. في الغضون تتواصل التسريبات وتتواصل المشاورات، خلينا نقولوا كل مره كل واحد شنو تعرف اليوم كل جريده تغني على ليلاها معناها. ما بخاتك مو فما نفس الاسماء اللي قاعده تدور في منهم نواب اليوم منهم نواب مجلس الشعب قد يكونوا يعطيوهم معناها دي بوست قد يعطيوهم دي مينيستير كيف ما نزل العكرمي كيما عبد العزيز القطي كيما غيره. ايوا يحكيو حتى زاد على اشباع سعيد العايدي سختن سعيد العايدي ناجي جنون وغيره. لا لكن الاغلب في هذا تو هذاك سي دو بون جاي لابليتو حزب يسمي جماعته في السلطه وهاكا قال لك سبع وزادات سياده زوز محايده وزوز بالتنسيق مع رئيس الجمهوريه حزب ما قلبوا جمعه الميري البارح الدفاع والداخليه والخارجيه والخارجيه والاخرين مش يكونوا محايدين. انا ما نعرفش وزاره الداخليه محايده وما نعرفش انا وزاره عدل محايده واحنا شفنا المحايد والتكنوقراط واللي ياكل في الكراث وينهم تو؟ ما في المجلس ومع شكون ومع حركه النهضه شفنا اللي هو غواصات سي نذير بن عمو نذير بن عمو قالوا لنا تكنوقراط وخطيه وسي سليم بسباس اي هامش نعطيك غريبه اخرى ايوه اليوم في اخر خبر حركه النهضه قالت لك وزاره التربيه خط احمر وتقول اخر خبر بانه مصادر مطلعه من الحركه اعربت عن رفضها التام لادلجه بعض الوزارات على غرار التربيه وطالبت بضروره تعيين وزير محايد حتى تبقى الوزاره بعيده عن التجاذبات السياسيه. نحب نسال ليه شوف نجي نقول لك الضعف نتاع النداء والتبزنيت نتاع جماعه في النداء والضعف كذلك نتاع حبيب السيد تي الغنوش الاكبر اش قال غنوش البارح؟ قال قبلنا باش ندخلوا للحكومه سمعتوا بوزنيه تصريح بشروط بشروط تو واحد خاسر في الانتخابات اي وي شرط يقول لك عندي شروط شرط العزب على هالجهه فوالا كان تقبلها من جيك ما كانش لا من بعد ولا يقول لهم تحيد وزاره السياده ومن بعد يقول لهم وحيد وزاره الثقافه بينشر وزاره التربيه ومن بعد يقول لهم انت كيف كيف يا اخي تو انت العركه في 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 لبنان على شنو كان؟ كانت على الاتصالات وعلى المطار فهمني معناها ليكيبمون تقول انت التجهيز علاش؟ خاطر هذوك الدمان لانه اسرائيل تحب تكونترولي معناها حزب الله وتكونترولي الناس اللي غادي كله وتدخل في عندها حلفاء داخليين يحبوا يسيطروا على الاتصالات ويسيطروا على المطار باش يدخلوا منهم اللي يحبوا ولا يمنعوا باش الاخرين يدخلوا اللي يحبوا. هذوما عندهم العبيد كيف نحن عندهم الطابور توا الحياه السياسيه التونسيه كما الحياه اللبنانيه توا ما قالوش الجماعه هذه باش يقدموا الحكومه ما تقدم واخا قال لك الجماعه حتى حد ما يحاسبوا. إيل ديز نيمبورت كوا نيمبورت تو نيمبورت كومون يا ولدي يضحكوا على ذقون الشعب خاطر احنا عندنا ناس نسايه. لا وتقول عرفك الاغنيه كان نسايه حبك انت نسايه فوالا إيه ولكن تقول انت توا الطبقه السياسيه هذيا على اساس احنا عندنا الفطاح لا معناتها تقول انت عندنا ميتيرون وعندنا لينين وستالين كذا يا ولدي تلقاك تعد تغلط في حاله حاله معناها الطبقه السياسيه يعطيها دنيه حاله حليله حويله اروينه تعبين حتى البسيسة عرفتك بسيسة الحوار هذيك كلها نوابلية كلها سواحلية كل حد عنها هذي ما يعرفوهاش كانت توكلوا مغرفة بسيسة الحوار كما نعرفين انت حساك بفي عنه بلا دي طبقة سياسية سيب عليك ضحك على الذقون المرة الأخرى قالوا الحكومة في جانفي ومن بعد قالوا 24 جانفي توا قالوا الأسبوع المقبل والأسبوع المقبل يقول لك بعد شهر وخلى التكتل اللي جاي يحط في شروط مازال كان سي بي ال توا ما قالوش هاي الشروط نتاعنا النهضة قالت تعرفش قال كنت هاني ما الهاروني قالوا بتشاركونا ما كانش اقصاء نلعبوا الحلمة يا ودي ما نعرفش ما كنا نجيو سيدي نعملوا كونسنسوس كل هاي جماعة انا باش نختاروا منكم انتوما دو بولي وكاتوندو من هنا شوية نطيحة على الجواب من هنا من غادي شوية فهمتني نعملوا حكومة من غادي ونعمل لكم حكومة وتو ناكل لكم الكراث بالكدا وبالسلامة هو تعرف في ديال نعمل حكومة الغواصات حتى جماعة النداء قاعدين باهتين نساء مليون امرأة اللي ينتخبوا النداء وين قالت لك واه يا ناري قالت الأخرى واه يا قلي باش يدخل لي تو الجماعة يدخلون الحكومة جماعة هذم اللي احنا كنا نصوتوا ضدهم مثال علاش على خاطر ما ثماش وضوح رؤية صمت بدنيت وسير حبيب الصيد يعمل في المشاورات هي انجلس هو قاعد شفت يكتشف في 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 تاريخ الانسانيه ولا فهمني ولا قاعد يعمل في اي يعمل في يكتب في الكابيتال سامحني لانه ما ثبتش وضوح رؤيه وثمت مصدين وتشوف التصريحات اللي هذا يقول اللي حر علاش؟
خاطر الانتخابات ما تملحين منها، وخاطر العباد مشاو لهم ايجا ايجا توا يسكروا في البلوات، حتى البلوات اللي عملوهم كومبلي جماعه النداء عندهم بلوات هنا في ولايه نابلس، سكروا فيهم عملوا انتخابات وكا سكر سكر في الحوار قال لك قليله ويعملوا اجتماعات قال لك سكروا حتى ما نيش خلي خاطر فما قواعد تستعمل في العباد لا ما تنساش فما قواعد اليوم وعدت انها تتحرك وتمشي الاحتجاجات فما طيف كبير في النداء يقول لك انا صوت للنداء بس ما نلقاش النهضه اي توا المشكله مش هذا برك توا سيدو بنجال النهضه كي تلقى يا خويا قال له لهم بروبوز لا فهم ديسبوز ديسبوز واحنا في علاقه اليوم اكثر بالغربيه في السياسه فهمتني علاقه معناها وصلت فيها بولفار وفيه مومسه سياسيه باهي مش مشكل مقبوله قوانين اللعبه فهمتني اما يا سيدي اسوبوان وناس كل ولا وضعف فادح وناس تحب ترجع من تالي وناس معناها يدها ملطخه وناس حاضره من عام الفيل وناس كل تحلوا لي زابيتي يا خويا حلوا القبولات وخرجوا لنا الاموال خرجوا لنا الاموال هاك خلصوا ميت ديجا سيد خلطوا ميت خلصوا من بال ما شدوا ميت ولا في بوزين هي نفس الشيء باش تفسر الهوان هذا نتاع النهضه نتاع نتاع النداء تونس خاطر شوف ثم مشاكل داخليه داخل النداء وثم ضرب راس براس داخل النداء وثم فرق داير تشوف كلام الازهر العاكل من البارح ثم صراع بين الكتلة وبين الحزب وبين البحيرة وبين الرئاسة خلينا نقول كارتاج ولات سلطة هاو البارحة اجتماع هيئة تأسيسية زي الحركة اي اجتماع هيئة تأسيسية فوالا اكزاكتومون قالوا باش نعملوا احنا من بعد نعملوا مؤتمر إلى ما آخر ذلك اي المؤتمر وقتاش ولا توا قال لزر العكرمي 9 إلى 10 أشهر ما عادش في جوان توا كان في جوان كان في جوان توا 9 إلى 10 أشهر ما عادش في جوان بعد ما التقاو سمعتوا يحكي انا فهمتني ومن بعد توا يقول لك بعد يجوك في جوان يقول لك بعد 6 إلى 8 أشهر عرفتك اللي تقول له نتقابل يقول لك ان شاء الله وقتها يقول لك الصباح اي وقتها بين وقتين اي كذا كذا بين 8 وماضي ساعه الصباح نص نهار نقول يقول لك تو نتلقى اي يقول لي وقتاش 9 و4 ان شاء الله اي وقتاش 10 ونص ان شاء الله ما يخليك في المهموته سا ديبون اون سي جامي ا سافوار ايماجين تو في بلاستي كلابور سسبونسيون بوان ديسكلاماسيون اون فافوار هكاك الكل هما يبداو يحكيو تو كيما غواصه مثلا عمرك ما تشد ونقول حاجه هكا على الاخر ما يجمعش يبدا في تصريحات هكا بعظمه ويحل في وما يسكرش تو نعملوا لي ديغريسيون احنا نحبوا لي ديغريسيون العرب نحبوا الاستطراد فهمتني ونحبوا حتى معناها لا ديمجور فهمتني نحبوا الافراط به كما قالت ليلى وليلى لكن سكروا القوس ديما نرجعوا المخ هذا اللي قال لك ما تنسى ما تتحدث هو ما ينسيك ما يتحدث معناها تبلوين وتبرني هذا جاي كله من ضعف نتاع الطاقم السياسي الحالي ضعف رهيب سامحني ضعف رهيب اللي يدقدق في الانتخابات ومازال ما خذا حتى موقف ونهار كامل مد ودنيه ثماشي ما اذاعه ينقدوه باش يقول اه قالوا لي ولا مد ودهم تليفون قالوا له راك تنقد باش يعمل واللي معناها جاي يحب ياخو توا كيما من سالة سلمى بكار تحب تتبلانج على وزارة الثقافة الثقافة يا طبيب العينين داوي عينك العولة انتم دكدكتوا حزب كامل تشد وزارة الثقافة وعليه تلالا ثم كان انت مثقفين في البلاد ما عندكش مثقفين لا ارضاء بربي بربي يبا على الاقل لما بعضهم مستكبروا روحهم وقالوا عن المصيبه عشانها واحنا مسؤولين عن هالمصيبه جماعه المسار وهما اللي يجيو يضحكوا كم سيدي لين انت قاعدين يا سمير الطيب خويا بينا وبعضنا اما شو زيتوني بار لانكونسيستونس نتاعو هو مع اللي معاه من با باش يجي يقفي يقول يا خويا اون فين اوتو كريتيك هاي نعملوا نقد ذاتي هذه نكبه ولا نكسه ولا واترلو ولا حط في بالك اللي تحب جامي دلا في ما عملوهاش جماعه التكتل كيف كيف يا جماعه التكتل توا معناها مش صفر فاصل صفر فاصل صفر فاصل ويقول لك اليوم ناخذ ونطالب اي ونعمل النهضه كيف كيف دخلت انتخابات وطاحت في 3 انتخابات ومشيت مع المرزوقي وطلعت وهبطت ودخلت فلوس من برا وعملوا اللي تصوروا في بالك ودمدت شوي اخر ودمدت الجزيره قولوا توا ولا تقول لك عندي شروط عندي شروط مالا ما يصير حبيب الصيد توا باش يمشي نواب النهضه يقول لهم عايشكم رضاو عليا ما تحبوش يا حويجه تو قولوا الاخر حطي لو كاليفا لو سادس ولا لو سبع والاخر يقول له رش الهبل عليه لا والاخر يقول له شو كم صح يحكي فيها ما نوش البارح اتونسيون معناها سي ديزيسبيرون نقولوا بالانجليزيه هاو بليس بتلاقي عند الطليان عندهم كلمه حلوه يقولوا سانزا سبيرانزا سانزا سبيرانزا فوالا سانزا سبيرانزا معناها زايد عرفتها كي يقول زايد اوكان اسبواغ اوكان اسبواغ حاله حليله قاعا صفصفا وتلعبوا من صالح البلاد
والبصل الغالي والطماطم غالية والكليسيدي زاد والماء زاد والترونخبور زاد وضرب عام بعد ثلاثة بعد جمعة يمكن باش يعملوا لنا ضرب عام يدوم ثلاثة أيام يعاود يدمرنا واقتصاد بالك وتصدير ما ثماش ودو كونتينر في أن سول كونتينر في ساعة نتحداهم هاي نمشيو توا نمشيو ريبورتاج ونهزوا صابر نمشيو ونمشيو تشوف قداش من كونتينر يدخلوا يبكيو يبكيو كي يشوفوا الناس كيفاش تخدم في بلايص أخرى والمراه قالت لك البارح على وداد بوشماوي قالت لك 100,000 موطن شغل عرضناهم ما يحبوش يخدموا وقلنا نعملوا التكوين قالوا لا ومن بعد الاخر قال لك لا الطلب يا خط احمر باش يقالي فيها بالخلافه كيف تضرب المراه لا واش قالي فيها اللغه التركيه جوستومون انت تعرف نعمل كيما السعوديه قصوا راس امراه في الشارع قلت البارح قدامنا الكل في مطعم فهمتني اي واللغه التركيه وتعلموا اللغه التركيه وغدوه تقول لك البشتونيه وفنون لهب هذه ما سكروش على خاطر حركه نتاع عبد الوهاب معطر معناها تقول انت غوفونش بيرسونيل مش حاجه اخرى الراجل وغدوه يقول لك المودودي هو الفيلسوف المودودي ولغه البشاشنا والازيري والجماعه هذوكا لي باشتون اوكا ونيمبورت كوا يلعبوا بالدوله مش في مستوى الدوله يعبلوا مستقبل وشفتهم كان تقول لهم قلت البارح نسمع في ذا قلت اليوم الدكتور شنو محمد بديع اصبح حار وفرحات حشاد اللي اسس اتحاد مش عم يحد وبلقيبه اللي عمل ثوره عام 52 ما يحكيوش عليها كان باش يتكلموا تقولوا ظالم لا وبلقيبه كان الهابي ضد فرنسا مالا كيفاش يحطوا القنابل اللي هو سي حمد التليلي وسي فرحات حشاد وسي الهادي شاكر وسي جماعه وينوضوا الكرتوش في الشوارع كيفاش فهمتني باش يوريك سي اون انكونسيستونس تعرف شنو ما ثماش نوت موا معناها كان يعطيو زيرو ومن بعد يعملوا له بوني دان ويربطوه نهار لحد كانوا احنا نقولوا نجبوهم نعملوا لهم روتوني نربطوهم في ستاد مهجور ونسميهم رواد الملعب المهجور ستاد ونحطوهم غاديك كلها عن بكرة يا بها راهو سي سي افارون تقرا في الاخبار سي افارون جوستومون سامحني وتبع التصريحات نتاعهم سي افارون ولامين بعضهم ومغشين ومدين وجوههم اي شوف سيدي ها هاي المغرب قدام اوكي باش تبيع بيع بالحق فوالا ايوه هاو سيدي بربي سليم ذبذوب ديجا عركه قد الماء وهاو تصلح مع سامي فاري سبعه على سبعه وهاو وهاو قال ايه على سبعه قال لك اربعه لجماعتي وثلاثه مقربين اللي حدو عنده غواصات فوالا ايوه ويحب يشري عباد باش يعطيهم كرهب 10 ملايين في الشهر سي دو سويت معناها هذه السياسه يعمل فيها سليم ذبذوب في البلاد سليم ذبذوب بالله تو كان نقولوا له باغ اكزومبل شكون هو مايكوفسكي يمكن يقعد ثلاث سنين ما يعرفوش ما عادش فرق سوديكسيونير سامحني فوات كلير في الحكايه هذه السياسه لو عندها مقاومات كمان المرجان كمان المرجان اوه مورغان 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 احمد مورغان ما عادش مخلل سي كمان والغنوش الاكبر والجماعه معناها واهات تقول انت تفرز منهم كان ياسين ابراهيم ياسين ابراهيم هو مقدم رؤيه مقدم رؤيه عنده فيزيون عنده فيزيون وقدم برنامج خير من غيره فهمتني بصراحه ثم مشكله اليوم في الطبقه لازم نقولوا لها حقائقها شوف اما فما حاجه ديبيسيون ولا التصوير هذه فما حاجه انت مثالي ما فضتهاش شكون الصامت الاكبر في التصويره هذه طيب سي طيب ها سي طيب بكوش سي طيب البكوش طيب بكوش سكوت ونبوت معناها وينو سي طيب مانيفيستو اخويا طيب بكوش انه امين عام نتاع حزب وباش ترسلوا اللي خاف سي طيب البكوش ترسلوا كيما كريوان نتاع اسماعيل قداري كل عام كل الباني لو جينيرال دو لارمي موخت جينيرال الجيش الميت فهمت وعملوها في ميشيل بيكولي ويقعد معناها يولي دون كيشوت يولي دون كيشوت يحارب في طواحين من اليوم هو راجل مبدئي وعنده مواقف عنده فهمتي اللي كوني بور افوار معناها دي بوزيسيون كلير انت بريفيل والاخرين منظر بحاجه عليه كيف كيف قاعد يكلم لكن ما يسمع فيها حتى حد خميس خسيله وقت اللي قال هكا لانه علاش توا ولاو المؤتمر بعد 19 شهر وثم ناس يقول لك يا خويا يعطيني انا نتوظر وخرجت منا كيكل شو من كيكل حتى عفريت تيخلي يجيبوا حتى بن لادن يحكم ولا ابو عياض علاش ما يحطوش ابو عياض كونسيي في السيكوريتي ناسيونال والجزيرة تولي هي التلفزة الوطنية برعاية احمد منصور اكبر كومنتاتور حطوه ما علاش لا اعبثوا بالبلاد غيب يا قط والعب يا فار اعبثوا بالبلاد صح عليكم اعطيكم الوقت ثم عبث بتونس الان وهنا الاقتصاد مش ماشي السياسة مبيلة والتبزيت بتاع السياسويين يكتسبوا في غنيمة على حساب الشعب التونسي والانتخابات قالوا لهم تنظف في انتخاباتكم جندوا العباد ملايين تحركوا
من اوت والعباد بلا قيد بلا اعمل بلا اجى ساند عمل لي مساند عمل لي بادريناج عمل لي كذا بلا تحرك بلا عملوا حبل غيره في الاخر قالوا لهم افينيتا لا كوميديا بالله كل واحد يشد دويلته عايش ولادي هذاك لعب ذري خليونا توا نخصموا عايش ولادي انتهت المسرحيه ايها الابله ايها الابله وقالت معناها الذيبه مع بعضها مع الثعالب وابنه ايوا يدور وبداوا يقسموا وهذا اللي الذباع هذا احنا عندنا ما عندناش ثعالب شمس الذباع فيلم هذاك اللي عملوا لوسولي دزيان فهمتي اللي عملوا ذاك العاب عمل فيلم الباهي اللي ظل باهي اسمه الشمس الضباع لوسولي دزيان هنا سي لا نوي دزيان ليل الضباع ليل الدامس بالحق بتشوف معناها بكل صراحه والاتحاد الشغل تو ولو شغلوا فيها تكوين الحكومه ايش دخلك تكوين الحكومه انت؟ ما تنحكيو عليه بعد شوي في الشات انت اتحاد شغل عندك دول تاريخي هام وغيره والبارح في الايام كما اليوم فرحات حشاد فهمني والحبيب عاشور والكبارات نتاع النقابات اسسوا الاتحاد العام تونسي الشغل ذلك العملاق الكبير وغيره قوم بدولك قال شو اسمه امين الريحاني قل كلمتك وامضي قوم بدورك واستوفى دورك وسايب عليكم التبذنيت هذايا اللي قاعدين يعملوا فيه الذيبه والثعالب وابن اوى تحت الحيط. تحت الحيط اكزاكتومون هذا هو سفيان فرحات. على كل حال ربي يحسن العاقبه احنا ما نجم نقولوا كان ربي يحسن العاقبه. ناخر اخبار معانا اليوم في لي هيدلاينز استئناف جلسه التفاوض الخاصه باعوان شركه قفصه اليوم مفروض بانه اليوم يعني تستأنف هذه الجلسه بين ممثلي الجامعه العامه للمناجم والاتحاد الجهوي للشغل بقفصه وزيري الصناعه والشؤون الاجتماعيه. ذكروا بانه البارح انطلقت من مقر وزاره الشؤون الاجتماعيه بالعاصمه هالمفاوضات هذه كانه اليوم يلزمنا نجنبوا البلاد موجه جديده من الاضرابات ونحلوا مشكله شركه قفصه بوغ اون فوا. معناها شركه فوسفات قفصه فيها مشكلتين، تو مشكله عندها شرق نتاع الشركه الناقله هذيك نتاع الفوسفات اللي ما عندهم ستاتيو لحد الان عاملين اضراب هكا ولا ايه وثم مشاكل كبيره تو غاديك في الحكايه هذه واقف الانتاج ويزيد يخلط عليها اضراب تو عنده نهارين ولا ثلاثه اللي هو نتاع ثلاثة موا اللي ما خذاوش ولا بريم دو لوندمون ثلاثة موا اللي ما خذاوش فهمتني دونك ثم زوج مشاكل تو معقده والفوسفات نتاعنا جو كروا امسح مات المغاربه هربوا ايه دخلوا المغاربه تعرف عندهم الشركات تاع فوسفات في الهند في الهند نفسها تعرف السوق الهنديه مشات يستناك الفورنيسور مره اثنين ثلاثه بعد يقول لك انا ما يساعدنيش والكاباسيتي نتاع المغرب تو ثلاث اربع مرات قد احنا ولي كو دو برودكسيون اقل منا احنا تو كانوا فيها 7000 ولا فيها 37000 بيروقراطيات وعشائريات ومشاكل كيما هكا وبيان سور جيب جماعه العفو التشريعيه ودخل وحطوا دونك المؤسسه ولات كبيره وتو فيها زوج اضرابات مع بعضها وزير الصناعه وينه؟ راقد في راقد ولا يفلكس حتى هو في بلاش الدولي معناها اما احنا شوف تونس عندك ثلاث حاجات الاول هو الامن يلزم الامن يستتب في البلاد ومش توا نوليو تيروريست قتلناها عاودنا شديناها والامور تتوضح في هذا الثاني عام سياحي به الثالث الكوبانيه نتاع الفوسفات تخدم تو فيرا وقتها يرجع الاستثمار الدينار توا توا طالع بارابول لورو لورو فولا. لكن بارابول الدولار دولار طايح تعرف قداش دينار 900 واش دينار 900 واش معناها بالحق ان شيف تقول انا قريت صباح افارون فوالا افارون انا كنت صغير والله العظيم نحكي لك انا غشير صغير نقرا في العلويه ونخرج نخدموا في ايطاليا في الصيف كامل ندبر في روس بالله نصرف في الدولار 425 20 ولا 430 فرنك يا حسره 460 قلنا غلا وقت غلا قال بابا يرحمه قال شنو توا هكا هبطنا 90 فرنك 30 فرنك لو ما جيش هذا توا هاك شفت فندق معناها في عام واش من كنا ان دينار 500 كالك هبط معناها زاد البوع بارابور الدولار يقعد هو العمله الاساسيه في التعاملات الدوليه والبنوك نتاع قتلهم ابو شماوي لا ابو شماوي واش قتلهم؟ قتلهم العجز كي نتاع الكوباني نتاع الفوسفات نجيبوا في قروض يعني انسان وقف في صبغه هو عطشان ويشرب في ما صبغه يقعد يشرب ثلاث ايام وما يرويش ما يرويش هكاك احنا المشكله نتاعنا نفكر في حلول تلفيقيه والناس كل يقول لك حط الخز وخلي نمشي وخلاش منك كيك نجيب حتى عفريت واش يهمني انا ابري موا دو ديلوج والا ثم منصب جديد اوت تواك جميمات انا الاول
مش أخشى الوغاء وعفو عند المغنمي، أخشى المغنمي وعفو عند الوغاء. هذا إيش قاعد يصير؟ تنقلب فهمني. هذه الإشكالية متاع أشباه الرجال وقت يستفردوا ببلاد وتولي مع تسمى قيم، وقت اللي زاد حكومة عاجزة أن تموت وحكومة عاجزة أن تولد، وإحنا واقفين في السبيطار ولا في المونستان ولا في الكلينيك، واقفين بين واحد ما حبش يموت قاعد يحتضر، والآخر ما حبش يتولد قاعد مبيل غاديكا، واحنا معناها في العتبة اللي يوقف فيها الشيطان، لأنه طوى الشياطين عديدة جابدة السكاكين نتاعها وقاعدة تقسم، وحتى واحد بنشوف في المسحة العامة. وهنا وين رئيس الجمهورية يعمل خطاب، مالا أنت خادم القومي أعمل خطاب وكما يقولوا استحسس الهمم وقل لهم ميا هذه زي يا نفاع تيونا حكومة ونرجع الأمور التعليم. هاو قالك شو عملوا ذراب قطاعات الذرابات كما شفت على بعضها، الاتحاد عم تمشي الشغل عنده قواعد، ولا قالوا له اش بيك انت توليت من السلطه معانا ولا مع الصين ولا مجبور باش ياخذ بعين الاعتبار مطالب القواعد نتاعو، وانت شفتها كل مره في حكايه الاضراب السوفاج اللي وقع في النقل تبناه الاتحاد، لانه ما ينجمش يلقى روحه اون بورتا فو وهلما جرم. وهذا معناها في الوضعيه هذه السيتياسيون تاع لون دي شامبل كي ما يشيخوا فيها كان العبابس وكان ابن اوا وكان الشواط ابن تيشا تو يجي بحذنا بعد شويه من ابن اوات بعد شويه يكون حاضر بحذنا ان شاء الله في الانترفيو مع 9:45. احنا مكملين معكم بعد شويه تشاتش، ولكن قبل هذايا القدود الحلبيه مع شهد برمدة. نهاركم زين. الله الله على شهد برمدة وعلى القدود الحلبية، إن شاء الله ترجع أيامات دمشق سفيان وأيامات حلب ونهزك في رحلة يا أخوي على حسابي، ترجع سوريا كما كان تاني خلص عليك لو سيجور نمشيو لبيت إن شاء الله بلاد الشام كلها تتحلل ونصليو في القدس إن شاء الله إن شاء الله، ونمشيو كذلك إلى دمشق العزيزة وندعو إلى بغداد الأزلية وندعو لك الأماكن الحلوة اللي عليك. أنت سافرت بغداد وما عرفتش بغداد أما تعرف دمشق قريبة إلى قلبي. هي بغداد والله شيء رهيب، ما عندكش فكرة ما أحلاها كالمدينة ومحلى ناسها محلى طبيعها وحاجة خارقة العادة. مرة نحوس أنا وجمال عرفوي في بغداد أيوة عاد مشينا السوق الكاظمية خذيت كتاب قرآن هديته لوالدي رحمة الله الله يرحمه يا أخي. شدني واحد عراقي قال لي شو أنت من وين؟ قلت له من تونس. قال لي من الغرب. شو ما بتكلم فرنسي؟ قلت له لا بتكلم عربي. قال لي انت فلت. قعدنا حوار حلو ياسر، سهريات بغداد وقعدت بلاد الشام، وان شاء الله يرجع الامن والامان لهذه البلاد العربيه، وان شاء الله مدن والتاريخ والحضاره تغلب الصحراء والوهابيه والتخلف، وان شاء الله ربي يرفع الغمه على الامه بكلها. حتى اليمن صاير فيها مسائل، صاير مسائل الحوثيين اليوم صاير فيها مسائل، جماعه قاعدين يبوسوا في بعضهم في جنيف، أكثر من 40 واحد ماتوا هالنهارين معناها في الاقتتالات. أنا نشوف وإحنا تونس هاو صاير فيها ليه تعرف شو هو جنيف راهو معناها تقول أنت في ليبيا العباد اللي كانت مش عايشة في ليبيا معناها الطابور الخامس بلوزو مو هو اللي قاعد مشاو يتلقاو اكزاكتومون تقول أنت يرضيوهم الكل يرضيوا فيهم ثم شي الاقتسام العقلية هي نقسموا ونلعبوا ونعبثوا وكهو. أما تعرف فما حاجة غايبة على النهارين على ليبيا قناة العائلة ضايعة. قناة العائلة بتاعنا قناة العائلة تلهيت في العائلة. امبارح جايبين جماعة من ليبيا يظهر لي باش يرجع لنا عبد الحكيم بالحاج لبس بوطوموشيت أيوة وينظر لنا. الحمامة حمامة بالحاج تقول أنت حمامة زرقاء هذه بالحق. والحمامة هذه حق الحمامة يجيب معها أبو عياض اللي هو عصفور غير الدرايز سبتي عصفور كلهم انا عصفور جنة عصفير عصفور جنة والعصفور صح قلت والاشياء بيضلها تفهموا تفهموا اكزاكتومون والعياذ بالله. على كل احنا كنا نحكيو سفيان قبيليكا على ذكر 18 جانفي 1952 ان شاء الله نهار نخصصوا لها هكايا ايميسيون ونشوفوا شكون مازال معناها العباد اللي عاشتك الذكرى هذيك المجيده. وانت ديما تقول كلمه تعجبني ياسر تقول لي انه ثوره تونس ثوره 18 جانفي 52 هي اللي اعطت شرارة الثورات في العالم اجمع، ثورة يوليو المجيدة 52 في مصر وكيف كيف ثورات في ثورات التحرر في افريقيا وفي غيرها من بلدان في الجزائر الشقيقة زاد توانسة عاونوهم ياسر. شوف هذه الثورة لازم نحيوها اولا ونعاودوا نحيو ذكرها ونطالبوا من اول الاجراءات هو انه يعود يرجع عيد الثورة. احنا كي كنا صغار كان 18 جانفي يسميه عيد الثورة وكان نهار فيشتا مش ما نخدموش النجم ونخدمه أما نحتفلوا به نحتفلوا به كان كان والدي رحمة الله عليه علق الدربوات والثورة هذيك من الثورات التاريخية الكبرى وننصح العباد باش يقراوا كتاب هو ابويزين عنده منه نسخة خرجوه جون افريكا كل عام ليديشان دو جاكوار اسمه إلى تونيزي دوفان انديبوندون واحد من الناس اللي كانوا يحبوا تونس ياسر وتشعل مع الثورة اللي هو شارل اندري جوليان
فرنساوي مات الله يرحمه وكان مؤرخ وكان سلتماما هو أوفيسي حتى في الإدارة الكولونيالية، لكن تفاعل مع الهند الصينية ومع تونس وكتب الكتاب هذاك. وكي تقرأ إلى تونسي دو فان اندبوندون تفهم قيمة هالثورة اللي فتحت انترفال أوفير ديم 15 سنة نتاع حركات التحرر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وقادها السيد السيودة آنذاك بورقيبة اللي راه كي نقولوا احنا بورقيبة خلينا نرفعوا التباس. بورقيبة نظامه ما كانش ديمقراطي، كان فيه استبداد وكان فيه قمع وكان فيه معناه عديد الظواهر الخائبه، لكن رغم هذا بورقيبه يبقى كزعيم زعماء التحرر من اقوى الزعماء اللي عرفتهم الانسانيه على امتداد التاريخ. صحيح. على امتداد التاريخ مش كان في القرن العشرين، لانه شخصيه مرموقه. والثوره ذيك قادها بورقيبه مع رجال، بدا بالثعالبي وبدا بصلاح بن يوسف، وكان معها زاد السيد هادي نويره، وكان معها الطيب المهيلي، وكان معها المنجي سليم، وكان معها حمد التليدي، وكانوا معها معناها شخصيات رهيبه، والهادي شاكر رحمه الله عليه، وكانوا معها معناها منظمين كبار ياسر، وكان المولهي، وكان المنجي بن يعيش، بو صديقنا هشام اللي عديناه كل مره، وكانت زكيه بي نفسها معاه في الحركة الوطنية، وكانت دستورية وعندها بطاقة في الحزب، وبورقيبة كان حزب يتخبى حتى في القصر نتاع البي انذاك. دونك الثورة هذه اللي فتحت الأبواب على مصراعيه لثورة يوليو في مصر، الضباط الأحرار، وكذلك الأميركار كابرال وباتريس لومومبا وجومو كينياتا وأحمد سيكو توري، ومعناها في الكوت ديفوار كيف معناها كان عندهم هوفويت بواني، وحركات التحرر الوطني والجزائر العظيمه اللي تحركوا فيها معناها لوغيان ترونسوكريت، ثم الافلان والاعلان، وكان فيها عميلوش وكان فيها بوذياف وكان فيها حتى في اللازيم اللي كان عندها بالا، كان عندها مرادف. انا صغير كنت ناكل طاجين في تونس حلفاوين تاع امي الله يرحمها، الله يرحمها، طاجين ديام بيان فو ديام بيان فو، هي تقول لنا امي باش عندكم نهار تقول نعمل لكم الكيب العجوز نعمل هكا نحرشوا، تقول لهم عاملين لك الطاجين الحلو، تقول هذايا طاجين ديام بيان فو، قشتين ديام بيان فو، تقول لهم فرانسيسك لو فيها تريحه وقتها هوشي منه ونيغويان فون جياب وجماعه معناها عملوا في الفرنسيس معمل سيدنا علي في الكفره. أيوة. فهمتني، ومعناها وبورقيبه كان زعيم الحركات هذه كل، وبورقيبه وقفوا مع مو تشي تونغ ومع لاي ومع جمال عبد الناصر ابن الصعيد البار، من ارقى ما خلقت الانسانيه زاد في تاريخ ذلك الرجل العظيم الهمام، وعبد الكريم قاسم جاء في العراق، وشكل القويتلي جاء في سوريا، ومعناها وزون لاي، وكانت معناها عالم اخر، وبالتالي يجب ان نقف اجلالا لهذه الثوره العظيمه ونحكيوها لاولادنا ونحكيو التاريخ هذايا المجيد اللي توا كلهم يزبيوا فيه، لانه الاقدام لا تريد ان تنظر الى العمالقه. هو ديجا قلت انت كلمه كنهار هي مقوله في الموينار قالها برتران دو شارت، قال نو سوم دينا جوشي سو دي زيبول دو جيون و دو فيت دتر جوشي سو لور زيبول نو فويون بلوس كو، اما احنا ما قبلوا يحبوا دينا وعايشين في الحفر ما يحبوش يشوفوا لي جيون. وثوره 52 يجب ان نحييها، وقالها كذلك زعيم الحركة النقابية العالمية حشيد. بدون منازع اللي هو فرحات حشاد اللي هو الوريث الشرعي لمحمد علي الحامي والبلقاسم الجنوي. سختنمو بعد شوية نحكيه على رسالة اتحاد الشغل في الذكرى 69 لتأسيسه. كابافان الكلمة ليك